الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة والساعة المباركة. نلتقي دائما على مائدة القرآن. اليوم مع سورة يونس، ومع الآية 25 إلى الآية 52، إعادت هذه الحلقة لما حصل فيها من خلل في بعض الكلمات والآيات. والقرآن أمانة، فالإنسان يحاول يحافظ عليه، فلا يترك منه حرفا ولا كلمة. أي عمل فيه يكون حجة على الإنسان، فلا بد أن يعتني به، سواء في التلاء أو في القراءة أو في السماع. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، ويذل الشرك والمشركين والباغين والظالمين والمعتدين، وأن ينصر الدين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، خاصة إخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين. أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يكون لهم عونا ونصيرا، يمدهم بمدد من عنده، وأن ينجي المستضعفين والأرامل والنساء والأطفال، وأن يحفظهم بحفظه سبحانه وتعالى، ويجعلهم في حرزه وتحت عنايته، إنه على كل شيء قدير. مع الآيات نقرأها، فكونوا معنا، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون.
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فهذه الآيات بارك الله فيكم قرأناها وكان فيها بعض القراءات وفيها التفصيل الإجمالي للآيات، وهي بدأت من أول آية: والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام هي دار الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقيل الحسنى هي الجنة، وقيل الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر فيها هذه الآيات التي معنا، ذكر فيها أهل الجنة، وكذلك ذكر فيها فريق والعياذ بالله أهل النار، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. فسبحان الله، مصير العباد يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومكافأة المؤمنين برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة بعد دخولهم الجنة، ومصير الكافرين والعياذ بالله النار، ومشهد لحال المشركين وشركائهم، كل يتبرأ من الآخر يوم القيامة يوم الجزاء، وتبرأ الشركاء من تابعيهم. قوله تعالى الآية الرابعة والثلاثين، وهي قوله تعالى: قلها من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. وكذلك الآية إلى الآية السادسة والثلاثين: أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال. ومن الآية السابعة والثلاثين إلى الآية الرابعة والأربعين: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن كتاب هداية وإعجاز ونور، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ومصدق لما في الكتب من قبله، وكاشف لما فيها من تحريف، وليس لكافر أن يدعي مثله، يعني مثل القرآن، ولا بصورة من مثله، ولو تعاون أهل الأرض فليس لهم ذلك. من الآية الخامسة والأربعين إلى الثالثة والخمسين: الخلق يوم الحشر وإظهار القيامة لضالة الدنيا وهوان قيمتها، وإدراك البشر أنها حلم وأن الآخرة حقيقة وعلم، وخسارة المشركين وعدم نفع الإيمان في خاتمة الحياة عند الموت. هذا ما تأثر منه بالنسبة لهذه الآيات، وذكرنا فيها بعض القراءات التي ورد فيها الحلقة السابقة. فنكتفي بهذا ونستقبل الآن اتصالاتكم. استقبلوا الآن اتصالاتكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. على اليوتيوب. السلام عليكم. بس على الفيسبوك فقط. ما فيش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، من معي؟ السلام عليكم. السلام، من معي؟
معك عبد العظيم الصادق. اهلا يا شيخ عبد العظيم، اي معروف باللي تفضل يا شيخ عبد العظيم. احنا في سورة يونس الايات اللي قرأناها من قبل، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سأل الله لك يا شيخ عبد العظيم، بارك الله فيك ونفع الله بك، قراءتك ممتازة، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا أخي، من معي؟ حضرتك عبد المنعم من مصر. أهلا يا أخي عبد المنعم، من أين تتصل يا أخي عبد المنعم من مصر؟ من مصر، من القاهرة. من القاهرة، بارك الله فيك. تفضل يا أخي عبد المنعم، اقرأ لنا من الآية 28، هي قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. تفضل. تقرأ بأي رواية بحرف؟ الشيطان الرجيم. نعم. تقرأ الحفص. نعم. تفضل تفضل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسنت يا أخي عبد المنعم، أنت حافظ القرآن ها؟ نعم نعم، أنا أزهري. ما شاء الله قراءتك ممتازة، يعني تدل على حفظك يا أخي. علم القرآن، قراءتك أولا فصيحة وممتازة، يعني الأحكام فيها ممتازة. علم القرآن، جزاك الله خير. ربنا بارك الله فيك شيخنا. آمين، نفع لقاءك. آمين، نعف الله، أقول نفع الله بك وجعلنا يكون أهل القرآن يا شيخ عبد المنعم. آمين، جزاكم الله خيرا. آمين، جزاك الله خير، قراءتك ممتازة ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا اخي، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. شيخنا عمار من الجزائر. اهلا يا اخي عمار، بارك الله فيك. تفضل يا اخي عمار، اقرأ لنا من الايه، بارك الله فيك، من الايه 31 من قوله تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والارض. تفضل. جزاك الله خير شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون.
ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أنت تقرأ بالتوسط، أنت تقرأ الشيخ عمار تقرأ بتوسط البدل، أليس كذلك؟ نعم شيخنا نعم. أي فأنى بس التقليل يعني. جزاك الله خير. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي بالتجديد. نعم شيخنا جزاك الله. نعم. أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أنت لما وقفت على يا شيخ عمار قلت لما وقفت على أما هو الوقف خطأ لأن تقول أمن لأن هي أصلا النون هي نون وليس لا فلما تقف عليها للنفس أفمن يهدي إلى الحق تقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن جزاك الله خير. أيوة أنت وقفت قلت أما جزاك الله خير شيخنا. لأن القاعدة نقف على رسم المصحف إن كانت مرسومة يعني مكتوبة نون فنقف بالنون مكتوبة ألف نقف عليها بالألف وهكذا أو بالواو حروف المد الثلاثة أو أي حرف نقف عليه كما هو مرسوم أي مكتوب لأن الرسم المراد به الكتابة يسمى الرسم ويسمى السطر يعني المسطور وهكذا تفضل يعني لو تجيبها هذه الآية يكون أولى. جزاك الله خير. نعم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أمن أحق أن يتبع. نعم شيخنا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تهدون إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعل. وقراءتك ممتازة. نعم. تحتاج مراجعة. الله يبارك لك. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياك الله وحياك. من معي؟ عبد المجيد من أثيوبيا.
عبد المجيد من اثيوبيا. تفضل يا شيخ عبد المجيد، اقرأ لنا بارك الله فيك من الآية 37 وهي قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. تفضل. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لو تقول لو, لو تقول لا لا, لا يا شيخ عبد المجيد تسمعني؟ نعم نعم أسمعك أي شيخ. أي لما تقول وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يكون المعنى يعني أوضح وأتم من لا ريب فيه، ما في شك لا ريب فيه، بس ما تجيبها وتفصيل الكتاب، وفي تفصيل طبعا، ولقد وصلنا لهم القول وفصلناه نفس الطريقة. تفضل. وتفصيل لا أقول وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين عطفا على ما قبلها. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. عندك قراءتك ممتازة شيخ عبد المجيد، شيخ عبد المجيد قراءتك كويسة واضحة، لكن عندك الصاد تحتاج الى تفخيم، يعني املا فمك بالصاد وتفصي صي، وليس تفصي، لا تقول تفصي، لا قل تفصي صي صي صي، لاني صاد هي. طيب. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سنت. انت حافظ القران يا شيخ عبد المجيد؟ حافظ القران ها؟ لا لا لست حافظ، يعني لكن في الطريق يعني تحفظ كم جزء؟ لا والله حافظ 3 أجزاء فقط. والله قراءتك ممتازة، أنا أنصحك يعني قراءتك بالنسبة لإخوانك اللي بيتصلوا عليها من أثيوبيا ونلتقي بهم هنا، يعني قراءتك فصيحة وما شاء الله، يعني ما أدري كأنك كنت تذهب إلى الخلاوي الكتاب وأنت صغير وتقرأ كثيرا، فقراءتك واضحة، عندك شيء من اللغة العربية، عندك فصاحة، وأنا أنصحك أنك تلتزم مع شيخ عندك معلم وتبدأ في الحفظ القرآن، فالله بينفع بك ويكون لك مستقبل طيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. جزاك الله خير. تفضل. أم يقولون افتراه؟ طيب. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم من دون الله. عندك فيها إدغام بغنة، إدغام مثلين، ميم مع ميم والنون مع الدال، إخفاء حقيقي. يعني هذا يعني أنت لو كنت عندي تتواصل على طول تتعلم التوجيه بسرعة ما شاء الله عليك. تفضل أعيدها. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم تحيطوا بعلمه. نعم. ولما بل كذبوا بما لم تحيطوا ولا بما لم يحيطوا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولما يأتيهم الشيخ عبد المجيد ما فيش ياء ولما يأتيهم، أصل لما هذه جازمة من اللغة العربية في أداة الجزم، احنا عندنا أداة الجزم في اللغة 18 أداة، يعني أنت تعرف اللغة ولا ما تعرف اللغة؟ قليلا
لا هذه مجزومة، لأن ما حذفت الياء للجزم. ولما يأتهم، أصلا هي الكلمة يأتيهم كما أنت نطقت بها، فلما دخل عليها حرف الجزم اللي هو ولما، اللي هي لما جزمت الحرف، فصار في اللغة ولما يأتهم وليس يأتيهم. تفضل حلو، تفضل، جزاكم الله خيرا. طيب. آمين. ولما يأتهم تأويله، نعم، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك الظاء، فانظر، الظاء في فانظر مثل الظالمين. انت قرأت الظالمين، الظاء واضحة وممتازة وفخمتها لأنها مفخمة، يمتلئ تملأ الفم، لكن فانظر، ما فخمت. شوف، فانظر فانظر ظو ظو فانظر هكذا. تفضل قولها مرة أخرى. طيب، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سنت، بارك الله فيك يا شيخ عبد المجيد، وقراءتك حروفك واضحة جزاكم. ممتازة، وأنصحك بمواصلة الحفظ، وسوف يكون لك شاء. وعليكم السلام. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. تفضل يا أخي علي، تفضل يا أخي علي، غالي علي أحمد. تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي أحمد. لا يا شيخ، الأمين شعيب يا شيخ. من؟ الأمين شعيب يا شيخ. أوخ، الأمين شعيب، ده عملت مداخلة، كان قبلك واحد اسمه علي أحمد. طيب يلا يا شيخ الأمين شعيب، اتفضل. لا يا شيخ، اقرأ لي بارك الله فيك من الآية الأربعين من سورة يونس، وهي قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومن لا يؤمن به. تفضل يا شيخ الأمين. نعم شيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. على كل قراءتك ممتازة يا شيخ شيخ الأمين، علم الناس وممتاز ما شاء الله. ومنهم من يستمعون، كم مرة ورد في القرآن يستمعون، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون، يستمعون كم مرة يا شيخ الأمين، تعرفها؟ لا يا شيخ. لماذا وانت حافظ القرآن ما شاء الله، حفظك ممتاز. هذه مرة واحدة في سورة يونس هنا، ومنهم من يستمعون إليك، هي الوحيدة في القرآن، الباقي ومنهم من يستمع إليك، ورد في سورة الأنعام وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ورد مرتين يا شيخ. وما لا وم يستمعون مرة واحدة في القرآن، مرة واحدة في القرآن، لكن يستمع إليك مرتان في سورة الأنعام وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. وياك إن شاء الله، بارك الله فيك. آمين شيخ. في أحد عندك يقرأ؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ. ولا موجود الشيخ صالح، ولا ولدك الحافظ، ولدك ما اسمه؟ ليس عادة يا شيخ. الحمد لله، جزاك الله خير، يلا مع السلامة، سلم عليهم. آمين جزاك الله. سلم عليهم، خليهم يراجعوا، بارك الله فيك، يلا مع السلامة. إن شاء الله. آمين شيخ، آمين شيخ.
آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا مين معي؟ معك حامد الهويدي شيخنا. حامد حامد الهويدي الهويدي من أي من من أي من أنا في مالطا. في مالطا. أنا دائما أقرأ عندكم شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. لبعض الشغل. بارك الله فيك. ما في تتصل من مالطا؟ نعم نعم شيخنا اتصل من مالطا، أنا كل أسبوع لازم أتصل عليك من بلد جديد. حافظ حافظ حافظك الله حافظك الله شيخ حامد. طيب اتفضل يا شيخ حامد اقرأ لي من الآية الثالثة والأربعين وهي قوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. تفضل. بأي رواية؟ اقرأ بأي رواية، نحن نقرأ بحفص، من أراد أن يقرأ بأي رواية من الروايات المتواترة يقرأ السبعة من العشرة ما فيش مشكلة. أنت تحفظ رواية؟ رواية معينة؟ شيخنا انا اجمع لكن اقصد هل اقرا ليعقوب من المستنير كما قرات المره الماضيه؟ ما فيش مشكله استقرا ليعقوب تفضل اقرا. طيب ان شاء الله من المستنير. ومنهم من ينظر اليك تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم؟ نعم نعم ومنهم من أنت بتمد المد العرض ست حركات. هو يعقوب يعقوب انت تقرا من يعقوب من الدره من الثراء من الصغرى ولا من الكبرى؟ انا اقرا من الكبرى من طريق المستنير عندي المتصل ست حركات ستة صحيح صحيح المنفصل تقرا كذلك حركتين والعرض السكون العرض السكون دائما اللي يوافق ويكون حركتين أو حركتين أربع إذا قرأت بقسم منفصل نعم من الدرة ومد ووسط ومنفصل أقصرا أقصرا ألا حز ما هي مشكلة لكن ولكن طيبة ما حفظت الطيبة شيخنا لساتي مقصر لا 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 خليك لا طالما أنا لم تحفظ الطيبة فخليك مع الدرة لكن أنا بقول لك العرض للسكون خليه حركتين. تفضل شيخنا الصوت مشوش ما سمعت ما 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 هي مشكلة اقرأ إن الله لا يظلم الناس شيئا. تفضل تسمعني؟ لا السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ معاذ محمد. أيوة محمد، محمد من؟ معاذ محمد. معاذ محمد، من أين تتصل يا معاذ؟ الصومال. الصومال ما شاء الله عليك. تفضل يا معاذ، أنت تقرأ تحفظ القرآن ولا تحفظ بعض القرآن يا معاذ؟ أنا ساكن في مصر لكن أصلي من الصومال. أنا عارف تحفظ كامل بارك الله فيك وأينما حللت ووفقك الله تحفظ كم من القرآن يا معاذ؟ الحمد لله على القرآن كاملا ما شاء الله ما شاء الله وفقك الله يا معاذ. طيب اقرأ لي من اقرأ من سورة يونس من الآية الثالثة والأربعين وهي قوله تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى وكانوا لا يبصرون. تفضل يا معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا
إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفين والله شهيد على ما يفعل. شوف يا معاذ إنك بعض ال وإما نرينك أفضل أفضل وأفصح مش نعدهم نعدهم ناعي اكسر العين وضم الدال ناعدهم ما نري أن نرجعهم فإلينا مرجعهم. معاذ وقراءتك ممتازة وراجع عند الشيخ أو تراجع لنفسك خلي حد الله. تفضل من معي؟ أنا أم معاذ. وأنت بتراجع لمعاذ وشجعتيها على القراءة. تفضل اقرأي من الآية اللي وقف عليها معاذ الآية 47 وهي قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. عندي قراءتي نعدهم قراءة صحيح فصيحة خلي معاذ يتدرب عليها يا أم معاذ نفع الله بك ووفقك الله. اي دربيه عليها هو بينطقها لكن بينطقها بسرعه شويه فيها اختلاس العين ويضم الدال ناعدهم احسن رسول فاذا جاء رسول ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سنت يا أم معاذ لا ونفع الله بك وحروفك فصيحة وقراءتك ممتازة نفع الله بك وعلم الناس القرآن يا معاذ قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقراءتك ممتازة علمي القرآن. أنت أين تسكنين في مصر في القاهرة؟ أنا أسكن في القاهرة يا شيخ. نعم في أي مكان في أي حي؟ في القاهرة في مدينة الرحاب. أيوة لو تروح هناك للجمعية الخيرية أو الناس اللي عندهم بيحفظوا دار قرآن وأنت خاتمة القرآن الحمد لله قول لهم أنا ممكن أعلم القرآن وقرأت على أحمد خليل شاهين وقال لي علم القرآن شهادة منه وروحي وعلمي ما عندكم دار في نفس مدينة الرحاب؟ سوف أبحث يا شيخ. أي أبحثي وشوفي لو لقيتي هناك قول لهم أنا قرأت على برنامج البث المباشر أحمد خليل شاهين وهو مدرس قراءات وقرآن وتجويد وأنا قرأت عليه والحمد لله قراءتي كويسة وأنا اختبروني ودرسي البنات بارك الله فيك الصغار والكبار كمان الله ينفع بك يا أم معاذ. هذا أعتز بها يا شيخ الله يكرمك ويجزاك الله خير بارك الله فيك. آمين. هذا أعتز بها الله يكرمك. آمين نفع الله بك وجعلك من أهل القرآن يا أم معاذ. يا شيخ ممكن ابنتي 9 سنين هي تقرأ؟ خليها تقرأ الآية ما فيش مشكلة تقرأ الآية اللي وقفت عليها قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أم نهارا ماذا يستعجل منه المجرم. تفضل خليها تقرأ. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ما شاء الله ما شاء الله. يا وش اسمك أنت؟ أمان. أمان أمان. أمال الله يوفق يا أمال، ما شاء الله قراءتك ممتازة، وخليك تسمع لأمك لوالدتك على طول إن شاء الله، وتحفظين القرآن مثل معاذ. الله يوفقكم يا رب ويجعلكم من أهل القرآن ويحفظ أسرة مباركة، خليكم مع القرآن، ربنا يبارك لكم يا معاذ ويجيكم خير، يوفقك إلا ما يحب ويرضى يا رب العالمين. جزاك الله خير. بارك الله فيكم، نفع الله بكم ووفقكم الله يا رب، جزاكم الله خير. مع السلامة. وياك شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، من معي؟ حامد محمد فوفانا من فرنسا. حامد محمد، تفضل. محمد. تفضل يا شيخ حامد، تفضل تسلم من فرنسا. اقرأنا من الآية 25 وهي قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة يونس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. أنتم وشركاء. يا حامد يا حامد تسمعني؟ نعم أسمعك. أي أنتم وشركاؤكم، فيها مد متصل هذا. نعم نعم. بارك فيكم. أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا فكفى وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحسنت يا شيخ حامد، بارك الله فيك، بارك الله فيك ونفع الله بك، بارك الله فيك. آمين. آمين. مع السلامة. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، من معي؟ شيماء كباشي. شيماء كباشي، تتصلي من ألمانيا؟ نعم. أي لأنك اتصلت قبل كده. بارك الله فيك يا شيماء، تفضلي.
تفضلي اقرأي لي من بارك الله فيك من الآية الحادي والثلاثين، وهي قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. تفضلي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أفمن يهدي والأما لا يهدي يا شيماء قولي أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أن يهدى لأنك ما تقدريش تجيبيها كلها تفضلي نعم أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. أحسنت يا شيماء وخليك على طول اقرأ القرآن وفقك الله قراءتك ممتازة ما شاء الله نفع الله بك. أحسن الله وفقك الله وحفظك الله وعلمي اللي عندك البنات اللي مثلك علميهم القرآن لك أجر عظيم خيركم أن تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بإذن الله. بارك الله فيك حفظك الله السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي من معي. وعليكم السلام. نعم من ولاء معي. ولاء من مصر. نعم ولاء من مصر. ولاء ولاء من مصر. تفضلي يا ولاء بارك الله فيك اقرأي لي من الآية اللهم صل على محمد اقرأي لي من الآية السادسة والثلاثين وهي قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن
الصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أنت تحفظنا القرآن يا ولا؟ نعم ما شاء الله بارك الله فيك. بس وما كان هذا القرآن، يعني مسكني الراء يكون أولى. شوفي وقراءتك ممتازة وحروفك فصيحة ما شاء الله عليك. وما كان هذا القرآن، استفتح تسكين الراء والتصديق الصاد تفخمي شوية بس، ولا قراءتك ممتازة تفضلي. أنا قلتها لك وبعدين إن شاء الله تأخذ البالك منها يعني. بل كذبوا ما لم يحوطوا بعلمه، تفضلي. أو أم يقولون افتراه، تفضلي. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم سانتي يا ولا بارك الله فيك ونفع الله بك. وانت حافظه كتاب الله، وانصحك تعلمي الناس، علمي البنات وعلمي عندك الامهات والبنات. بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. فقراءتك ممتازه ومؤهله انك تعلمي القران. بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب يا رب العالمين، جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيك، مع السلامه، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اسماعيل من اين تتصل يا اسماعيل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، من اين تتصل يا اخ اسماعيل؟ ها؟ من اي البلاد تتصل؟ من المملكة العربية السعودية. طيب صوتك بعيد كذا، المملكة العربية السعودية قريبة، يعني اي واحد بيتصل على طول. انت في اي منطقة؟ مكة المكرمة. طيب يا اخي مكة المكرمة الارسال فيها قوي، انت قاعد في البذرون ولا ايه؟ قاعد فين يا شيخ اسماعيل؟ بس يا بدر. ها؟ بس انا حاليا ترى في الجنوب، عشان كذا انا حاليا في الجنوب عشان عندنا امطار، يمكن الشبكة فيها. ايوه 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 ايوه, أيوة. أيوة. في مكة نفسها ولا في الجنوب؟ جنوب مكة يعني؟ لا لا لا، حاليا في الجنوب في محاي العسير. عشان كذا بارك الله فيك، محاي العسير عندكم امطار وعندكم خيرات، فعشان كذا الشبكه. طيب على كل، تفضل يا شيخ اسماعيل، اقرا لي بارك الله فيك من الايه التاسعه والثلاثين، وهي قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. سوره يونس. سوره يونس، تفضل. تمام يا شيخنا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ورب أعلم بالمفسدين. طيب يا شيخ اسماعيل، انت تحفظ القران كاملا؟ اسمعني بس، تسمعني؟ انت تحفظ القران؟ نعم نعم اسمعك يا شيخ. تحفظ القران كاملا؟ ولله الحمد. طيب قراءتك ممتازه وعلم الناس. انت ماذا تعمل يا شيخ اسماعيل؟
أنا إمام وخطيب في جامع محايل. أيوه أحسن الله إليك ونفع الله بك، قراءتك ممتازة، وعلم الناس كذلك مع الإمامة، علم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قراءتك ممتازة، قراءتك ممتازة وفصيحة الحمد لله. نعم نفع الله بك، وفقك الله لما تفعل. 10 سنوات أنا معلم. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. أنا معلم قرآن لي 10 سنوات. بارك الله فيك، نفع الله بك، ورزقنا الله وإياك القبول يا شيخ إسماعيل. بارك الله فيك. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. الله يسعدك يا آمين. شيخ أحمد. آمين. الله يحفظك، شكرا آمين. لك. لا تنسانا من الدعاء، بارك الله فيك، مع السلامة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي، من معي؟ والله السبيعي بارك الله فيك. نعم. وضاح السبيعي. وضاح السبيعي، تفضل يا وضاح بارك الله فيك. من تتصل من أي منطقة؟ من الجنوب؟ أنا من العراق بارك الله فيك. من العراق، بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ وضاح، الله يبارك فيك ونفع الله بك. اقرأ لي بارك الله فيك من آمين. من الآية 41، وهي قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أو من اقرأ الآية دي ما يبدأ بها، تفضل ما مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. شوف يا أخ وضاح، ومنهم من شوف الا وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وتوقف عليها يجوز، ثم تبدا تقول انتم بريئون مما اعمل، اللام عليها ضمه، واذا وقفت تقول مما اعمل وانا بريء مما تعملون، هكذا يعني. قف، ان تحفظ القران كامل ام تحفظ بعض الاجزاء؟ بعض الاجزاء. احسنت، ولذلك يا خير لك أن تقف على الجمل، على كلمتين ثلاثة فهو خير لك. تفضل أعد الآية وقف على عملكم، تفضل. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سند يا شيخ وضاح، بارك الله فيك، قراءتك واضحة على اسمك ما شاء الله، واضحة وصحيحة وممتازة، بس لابد أن تقرأ على شيخ، إذا وجدت عندك معلما شيخا حافظا تقرأ عليه فهو أولى لك، بارك الله فيك، تتعلم منه الأحكام إن شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ وضاح، مع السلامة. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، من معي؟ علي من الجزائر. علي من الجزائر، تفضل يا أخي علي، تقرأ الآية 45، وهي قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من
النهار إلا ساعة إلا ساعة إلا ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك بعض الذي نعدهم لو تقولها بهذه الطريقة يكون أفصح وأفضل نعدهم نعدهم أنت تحفظ القرآن كاملا يا شيخ يا شيخ علي نعم شيخ أي بس كلمة نعدهم لو تشبهها زي نعدهم نعظهم يعظكم يعدكم هكذا تشبهها أفضل وإن كان يجوز يعني لكن الإشباع أفضل وإما نرينك بعض الذي نعدهم هكذا تفضل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون سنت يا شيخ شيخ علي بارك الله فيك لأن الوقت أزف عندنا بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ علي بارك الله فيك شكرا شيخ نعم بهذه التلاوة التي تلاها علينا الأخ علي من الجزائر حفظه الله ونفع الله به نكون قد انتهينا أو وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة من مائدة القرآن في هذا اليوم العظيم من سورة يونس ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلوا حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورقة وارتقي فإن منزلتك عند أخي آية تقرأها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق وإلى أن نلقاكم في حلقة مع مائدة القرآن في وقت آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.